ينضم إلينا من لندن موفد الجزائر الدولية خيردين بطاش، أهلا بك. خيردين، لو تصف لنا المشهد قبيل غلق مراكز الاقتراع وانتهاء عمليات التصويت أو عمليات التصويت. مساء الخير ميساء. المشهد هنا في بريطانيا وفي لندن ربما لخصته صحيفة The Evening Standard في كلمتين: Decision Day، يوم الحسم أو يوم القرار. ربما رغم أن القرار أو الحسم شبه محسوم بحسب استطلاعات الرأي التي في آخر إصدار لها يوم أمس تقدم فيها حزب العمال الليبر بنسبة 39%، ربما هذه استطلاعات الرأي أثرت بعض الشيء في نسبة المشاركة اليوم، حيث لم نشهد طيلة هذه الساعات التي أمضيناها نتجول بين مراكز الاقتراع، لم نشهد إقبالا واسعا للناخبين. لم يكن بالإقبال الضعيف، كان إقبالا متوسط، وربما هو مؤشر أول عن نسبة المشاركة التي ستكون اليوم التي ستميز هذا الاستحقاق الانتخابي. نحن على بعد ربما أقل من ساعتين على غلق أبواب أو مكاتب الاقتراع لندخل في المرحلة الثانية من هذه الانتخابات، وهي مرحلة النتائج التي ستعلن مساء اليوم من قبل أكبر ثلاث قنوات هنا في بريطانيا: قناة البي بي سي، شانل 3، وقناة سكاي نيوز، لتبدأ التحاليل ربما طيلة ليلة اليوم. يوم حافل ينتظر بريطانيا غدا، بحيث سيعود الوزير الأول ريشي سوناك إلى مقر إقامته بتن داونينغ ستريت، وهو الذي ربما صوت اليوم في ريتشموند، يعود ربما لكي يسلم السلطة إلى ستارمر إن كان ستارمر هو الفائز وحزب العمال اليوم، قبل أن يذهب الفائز والوزير الأول المقبل إلى بوكينغهام بالاس ليلتقي الملك شار الثالث الذي سيعلن ربما عن الوزير الأول الجديد والحكومة الجديدة وكذا البرلمان الذي سينبثق من هذه الانتخابات هنا في وستمنستر. نعم خير الدين، ولكن أنك ستوفينا بباقي التفاصيل في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة. كنت معنا مباشرة من لندن، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل.